فضيلة الشيخ بارك الله فيكم في الله. لي أم مرضت قبل رمضان بتسعة أيام وأخذت من رمضان خمسة أيام ثم توفت، هل عليها صوم أم لا؟ جزاك الله خير، فيدنا الله يفيدك. أطعمهم كل يوم مسكينة خمسة أيام. نعم رمضان كله، أو رمضان كله أو بعضه، لأن كل إنسان يأتيه رمضان وهو في مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا.